عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل يا أختي. أنا عندي ألو؟ أسمعك أسمعك الله يسلمك. أنا عندي بنت أخت. نعم. بنت أخت رضعتها. نعم. ودر صدري لها وأنا ما أرضع. سمعتها؟ أنا أساسا ما أرضع، ما عندي طفلة أرضع. لكن رضعت، خرج حليب لها؟ اي طلع لها حليب. اي نعم. طيب ورضعت رضعات متعدده. خمس رضعات؟ ايوه اكثر من خمس رضعات. طيب نعم. سمعتم سؤال اخت محمد ان عندها بنت اخت ارضعت منها، لم تكن ذاك الوقت ترضع لكنها اخذت ارضعت منها اكثر من خمس مرات. سؤالها هل يثبت بهذا؟ نعم. الرضاع؟ الجواب نعم، إذا أرضعت سواء كان ذلك عن حمل أو كان حليبا اجتمع دون حمل، حتى أن الفقهاء ذكروا أنه لو كانت غير المزوجة اجتمع لها حليب فأرضعت واكتمل الرضاع خمس رضعات فإنه يثبت به حكم الرضاع، وهذا هو الصحيح لأن الحكم منوط بالرضاع سواء كان الرضاع الحليب المجتمع عن زواج أو عن حمل أو عن غير حمل، فلا بأس. نعم. بذلك بالإرضاع ويثبت له حكم الرضاعة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.